موضوع حلقتنا النهاردة هو موضوع بالنسبة لنا احتفال قومي لكل المصريين، هو شم النسيم اللي هو في الأصل عادة مصرية قديمة. طب ايه القصة؟ ايه الحكاية؟ خليكم معايا ناخد فاصل ونرجع نعرف ايه القصة وايه الحكاية. طب عادة مصرية قديمة، المصري القديم كان يعرفه باسم ايه؟ يعني احنا بنقول عليه شم النسيم دلوقتي. المصري القديم كان يقول عليه فصل الشمو، شمو يعني ايه؟ اللي هو فصل الحصاد، وده كان مرتبط بناحية دينية عند المصري القديم بفكرة البعث والخلود. طب كان يعرف شم النسيم امتى؟ يعني احنا عندنا بنعرف رمضان من خلال رؤية هلال رمضان، نفس الكلام المصري القديم كانوا بيعرفوا من خلال حاجة اسمها ليلة الرؤية او لحظة الرؤية، وده بيتجمعوا عند الهرم الأكبر اللي هو هرم الملك خوفو من الناحية الشمالية بالهرم، وبيشوفوا الشمس قبل غروبها بعدة دقائق، والشمس دي وكأنها قاعدة على قمة الهرم. فتبان الرؤية ازاي؟ ان ضوء الشمس بيقسم الهرم لجزئين، وكأنه بيقسم الهرم جزئين، فمن خلال كده بيوضح للمصري القديم ان الرؤية ده بيبانه ان شم النسيم بكرة. فيروح المصري القديم يعمل ايه؟ يروح بيته جري، يعمل ايه بقى؟ يجيب احسن اللبس ويجهزه، احسن الاكل ويجهزه، واحسن اللعب اللي هو هيتسلى بيها ويجهزها. وبعد كده في تلك الليله دي كلها بقى يفضل يدعي للاله عشان يبارك له ويكرمه في تلك الليله. بعد كده يتحرك من بيته قبل شروق الشمس، انا بتكلم بقى في اليوم الجديد، بيتحرك من بيته قبل شروق الشمس ويروح الجناين ويبتدي الاحتفال بتاعه من شروق الشمس لحد غروب الشمس. طب كانوا بياكلوا ايه؟ زي ما احنا بناكل بالظبط، احنا بناكل الفسيخ والرنجة والبيض والخس والبصل. المصري القديم كان برضو بياكل نفس الكلام ده، يعني البيض كان بياكله ويلونه زي ما احنا بنعمل، وكان البيض بالهيروغليف عنده اسمه صحي، كان بياكل الخس اللي كان اسمه بالهيروغليف عب او حب، كان بياكل السمك المملح، وكان بياكل البصل. وعلى الرغم ان احتفال شم النسيم ده عادة مصرية قديمة، وعلى الرغم ان ظهرت الاديان السماوية، الا ان الاديان السماوية لم تقم بقطع تلك العادة المصرية، بل اصبح ذلك الاحتفال احتفال قومي لكل المصريين، كلنا بنحتفل بيه لحد دلوقتي. اتمنى اكون استفدتوا، اشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.